السلام عليكم ورحمة الله. هذا الدرس راح نعرف بعض البرامج اللي نقدر ننصبها على نظام التشغيل واللي راح تفيدنا بالعمل اليومي. البرامج اللي نقدر نستفاد منها هي مجموعة المايكروسوفت. أنا طبعا منزل هاي المجموعة مثل الإكسل، عندنا الون، ون نوت، عندنا الباوربوينت، الإكسيز، هاي الباوربوينت. طبعا هاي كلها مجموعة خاصة بشركة مايكروسوفت. نقدر فقط نكتب مايكروسوفت لاحظ ظهر لنا كثير من الأمور اللي تخص شركة مايكروسوفت. لو نجي نبحث عليها قائمة ستارت، نقدر نروح على الايل ابز، البرامج يعني المنصب على الويندوز، ونجي نبحث هنا. راح نلقى فولدر خاص بيها، لان مايكروسوفت. شوف لاحظ مايكروسوفت اوفيس 2013، يعني مجموعة مايكروسوفت الفيرجن 2013 طبعا الاصدار. انا عندي كاملة مفعلة هاي البرامج، تقدر تنزلها نستفاد امور هواي منها. مثلا الوورد، هالوورد هو لخلق بيانات طالب، مثلا الاكسل طبعا الوورد عمل كتاب، مثلا نختار مثلا فايل فارغ. من هنا نقدر نكتب لاحظ إذا أردنا مثلا نسوي كتاب أو نسوي فد مستند نخلي بيه بيانات، هاي الوورد يستخدم الشغلات مثل هاي. هاي بالنسبة لمجموعة مايكروسوفت. عندنا باوربوينت أيضا يسوي عبارة عن السلايدات محاضرات. إذا كنت متقدم في دورة الحاسوب عندنا الكثير من البرامج. طبعا اذا اردنا مثلا صادفتنا مشكلة مثلا على شاشة اللابتوب وردنا ناخذ صورة حتى ننشرها على موقع التواصل لحل هذه المشكلة، تجي بالبحث او على اي الابز حكم له اسمه، بس راح اراولكم اياه اكسز. لاحظ عزيزي هذا الملف اعتقد اني حاذفه. راح تلقوه طبعا بحاسباتكم، هذا الويندوز ادمن ادمنستريتور، عندكم ويندوز اكسشنز. هاي بي الكثير من الادوات هنا، عندنا مثل برينت هذا يتحكم اذا كانت عندنا صورة نكتب عليها، عندنا النوت باد اذا كانت عندنا بيانات نقدر نسجلها ونحفظها، عندنا الماث انبوت الانترنت اكسبلور متصفح الانترنت، وعندنا ايضا السيت اب ريكورد لتسجيل الصوت، الستيك المحاضرات راح اراويكم هذا الستيك، يعني اذا كانت عندكم عفوا ملاحظات تقدرون تكتبوها وتدونوها هنا. يعني تقدر هاي تخليها بهذا الشكل وتعرضها على سطح المكتب وراح تبقى هيك، يعني حتى لو قمت بإطفاء الحاسبة أو إعادة تشغيلها إنه هاي ما راح تروح، راح تبقى ظاهرة بهذا الشكل. عندك قلنا إذا صارتنا مشكلة ونريد نسوي سكرين، عندك هذه الأداة السنابينج تول، سنابينج تو راح تفتح وياك بهذا الشكل. لو ردنا ناخذ سكرين فقط نقول له نيو، وهنا عندنا عدة خصائص اذا فول سكرين يعني الشاشة، او نختار الخيار الثاني. احنا نريد نحدد هذا مثلا، نريد نحدد هذا الجزء فقط صارت عندنا مشكلة به، نسوي له سيف، نحفظه نسوي له سيف، او نقدر نكتب عليه من خلال شوف لاحظ نقدر نكتب عليه او نرسم عليه او نأشر فد
شيء إن المشكلة بهذا الجزء ونحفظها ونرسلها عن طريق المسج. هاي كل ما في الدورة لهذا الدرس. شكرا لكم.